بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الاهتزازات، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 14 من المحور الثاني sur les oscillations libres non amorties. في هذا التمرين عندنا un cylindre de masse M de rayon R libre de pivoter au point O libre de pivoter au point O comme l'indique la figure. أول سؤال هو trouver sa fréquence naturelle de vibration. قلنا بلي la fréquence naturelle هي la fréquence propre. قلنا العلاقة اللي كاينة بين la pulsation et la fréquence قلناها في التمرين السابق. والسؤال الثاني هو نوجدو la valeur de A. هذه شحال لازم تكون A باش تكون عندي لو ماكسيموم دو la fréquence. إذا الهدف من التمرين هذا أننا نعرفوا بلي تغير محور الدوران يغير من لا فريكونس بروبر. لماذا؟ لانه لا فريكونس بروبر ديبون دو مومون دينيرسي، وتغير محور الدوران يغير من عزم العطاله بالنسبه لمحور الدوران، وبالتالي يؤثر في لا بولساسيون بروبر ديزوسياسيون. الان حنا نعرفوا باللي اوميغا زيرو لا بولساسيون ناتورال او بروبر تساوي لا راسين دو كا زيرو سور ام زيرو. هذه نحسبوها ابارتير دو لينيرجي بوتنسيال، وهذه نحسبوها ابارتير دو لينيرجي سينيتيك. اذا نبداو بلينيرجي سينيتيك كالعادة. لينيرجي سينيتيك راح تكون ان دومي لا ماس لا فيتاس او كاري d'un point P plus 1/2 plus 1/2 le moment par rapport à un point P theta point au carré. Ça. الآن نخيرو un point. لازم علينا نخيرو un point. Ça. Le point تاعنا اللي ندو حنايا ندو لو بوان او. علاش ندو لو بوان او اخواني الكرام؟ على جال لو بوان او، عفوا، على جال لو بون ندو بي هو نفسه لو بوان او. او سي تان بوان فيكس، يستلزم بلي لا فيتاس تاع لو بوان او تساوي صفر. اذا هذا لو ترم كامل نقدر نتخلص منه، ولهذا لينيرجي سينيتيك تبقى لي ان دومي le moment d'inertie par rapport à O theta point au carré. الآن واش يخصني؟ عفوا يخصني نحسب le moment d'inertie par rapport à O. طبعا مادام O راهو différent de G ماهوش le centre de gravité، le centre de rotation ماهوش le centre de gravité، donc O différent de G. Donc le moment d'inertie par rapport à O, les amis, il faut aller le moment d'inertie par rapport à G, zaid la masse fois la distance OG au carré. Or que OG هذه هايليك OG تساوي A تساوي A. Donc نقدر نكتب اللي هي G par rapport à G زائد M A au carré. Donc نقدر نقول باللي لينيرجي سينيتيك راح تخرج لي 1/2 جي بارابور ا جي. هذا ما نحسبوش. علاش ما نحسبوش اليوم؟ لانه نتهمني الحاجه اللي فيها ا، لانه اليوم كل شيء مبني على السؤال الثاني اللي هو بور كال فالور راح تكون ماكس. دونك جي سي تي كونستانت ما نحوسش عليها. وتحبوا تكتبوها ساهل، دونك نكتبها لكم ام ا او كاري تيتا بوان او كاري، وهذا اخواني الكرام نسموه ام ام زيرو. الان بالنسبه للجماعه اللي يحبوا التفصيل اكثر نعطو لهم التفصيل اكثر. ان دومي لو مومون دينيرسي دان سيلندر بارابور ا سون سونتر دو غرافيتي و ام ار كاري سور دو زائد ام او كاري. دونك ام زيرو تحبوا تكتبوها فونكسيون دو جي، تحبوا تكتبوها ام ار كاري سور دو، نفس الشيء. لانه في التمرين في النهايه
هنا احنا تهمنا الحاجه اللي متعلقه بالا باش من بعد نخرجوا لا فالور دو ا. اذا الى هنا خرجنا لينيرجي سينيتيك وخرجنا معها ام زيرو. دونك واش بقى لنا؟ بقى لنا لو كا زيرو. لو كا زيرو اخواني نجيبوه من لينيرجي بوتونسيال. شوفوا مليح اخواني، نرسم غير هذا الشكل هذا. دونك لو سيلندر في لا بوزيسيون ديكيليبر، دونك هذا سي لو بوان او، وهذا سي لو بوان جي. بعد لو سيلندر يدير اون روتاسيون، لو سيلندر يدير اون روتاسيون، والصدر دي جرافيتي يطلع لهنا، كي يدور يطلع، يدور بتاتا، صح. دونك اش نتاعي هذا هو، هذا هو اش نتاعي. دونك ندي اشاره موجبه، هذه اول حاجه. علاش؟ لانه هذه لا بوزيسيون ديكيليبر وطلع حتى لا بوزيسيون اكتويال. دونك اش للفوق، هذه الحاجه الاولى. الثاني ديك لازم نحسب اش، لانه علاش؟ لانه لينيرجي بوتونسيال اخواني هي ام جي اش. دونك ام عندي، جي عندي، بقالنا الاش. الاش اخواني تبعوني، هذا عطوه لي ا، هضرنا عليه مقبل، هاوليك اوج. وهذا اش، بقات لي هذه نسميها بار اكزومبل اكس. دونك لو كان نلاحظوا نلقاو بلي ا واش يساوي اخواني الكرام، نخلي الشكل هكذا يبان. نلقاو بلي ا واش يساوي، يساوي اش زائد اكس، هكذا صح. دونك اش واش يساوي؟ يساوي ا موان اكس. دونك لازم نعرف هذا اكس شحال. هذا لاحظوا بلي عندي ان تريونغ، هكذا عندي ان تريونغ. الوتر هذا هو ا على جال او جي، هذا لو بوان جي، وهذا لو بوان جي قبل ما يطلع. دونك هذا سي لو بوان ا، هذه لا ديستونس ا، وهذا مجاور. نعاود نذكركم دوك انا بالطول نولي ما نديش التفصيل هذا لانه كثرنا منه. هذا ا، هذا اكس، وهذا تيتا. دوك نقدر نقول بلي اكس يساوي ا كوس، كوس تيتا. دونك اش نقدر نكتبه بلي هو ا موان اكس اللي هو ا كوسينوس تيتا. تخرج ا عامل مشترك. دائما لاحظوا بلي دائما تغادي تخرج لنا هكذا، ما كاش جديد. دونك ا كوس تيتا نقدر نكتبوها تيتا كاري سير دو. دونك راح تجيني ا تيتا كاري سير دو. دونك لينيرجي بوتونسيال هذه هنايا راح تخرج لي ام جي اش. اش كون هو ا تيتا كاري، ونكتب ان دومي هنايا سير دو، نخرجها من هنا. علاش خرجتها من الثم؟ لانه نحب نكتبها ان دومي، ونخرج تيتا او كاري، ونكتب هنا ام جي ا. بيان سور ام كبيره، ياك ام كبيره، على جال هما عطاولي ام، ام كبيره. هذا اخواني الكرام هو اللي نسموه ك زيرو. دونك اون فوا عندي ام زيرو وعندي ك زيرو، نقدر نحسب اوميغا، اوميغا زيرو، صح. اوميغا زيرو اخواني الكرام اللي هي لا راسين دو ك زيرو سور ام زيرو تساوي لا راسين دو ام جي ا سور جي بارابور ا جي بلس ام ا او كاري. جي اخواني الكرام اللي يحب يكتبوا ام ا او كاري يكتبوا عادي، ونقدروا نكتبوها. دونك تولي لا راسين دو ام جي ا على ام ا او كاري سور دو بلس ام ا او كاري. وتقدر تختزل، تقدر تكتبها على راسين بون ام تخرج ام اون فاكتور تروح، هنا تبقى لك جي ا، هنا تبقى لك جي ا، وهنا تبقى لك ار او كاري سور دو بلس ا او كاري، صح. هذه اوميغا زيرو. الان نروحو للسؤال الثاني. السؤال الثاني ما هو؟ trouver la valeur de a qui maximise cette fréquence. trouver la valeur de a qui maximise
7 fréquences. Bien sûr, un an, on a la pulsation. Benesbalia, قسم على 2 pi برك. Donc, ma كلها كثر عليا الحساب. C'est la même chose. Donc, حنا, واش معناه الماكسيموم؟ تبعوني. تخيلوا عندك دالة جاية هكذا. ولا ما نرسمش هذه لأنه هنا يدخل فيها الماكسيموم لوكال مينيموم لوكال نتلفها لكم. ندود دالة هكذا. الذروة هذه هي. الذروة هذه هي. تعرفوا باللي المشتق المشتق عند نقطة يعطي اليمين الماماس مثلا. المشتق عند النقطة هذه مثلا نقولوا هذا x يساوي 1 وهذا x يساوي 2. المشتق هنا هو انه هو الميل تاع المستقيم الماماس. دونك هذا هو الميل تاع هذا المستقيم هو المشتق. اذا المشتق هذه نسموها لا فونكسيون اف مثلا اف اكس. المشتق تاع اف بارابورا اكس بول اكس يساوي اكس 1 هو هذا هو هو عبارة عن ميل الماماس. تخيلوا معايا اخواني الكرام حابين ندو الماماس تاع هذا النقطة. شحال راح يكون الميل تاع الماماس هذا المستقيم هذا مستقيم جاي هكذا شحال الميل تاعو؟ الميل تاعو صفر ما عندوش ميل. علاش الميل تاعو صفر؟ تبعوني نفيدكم في حاجات وتستفادوا منها مليح. وين كان الفيديو بالك يجي طويل شويه ولكن تستفادوا اشياء رائعه. ادخلوا معايا حاب نخدم الميل تاع هذا المستقيم. راح تدي نقطتين هنا هذه مثلا اف وهذه اكس. واش راح تكتب الميل؟ الميل واش راح يساوي؟ الميل ا هذا ا واش راح يساوي الميل؟ هو دلتا اف على دلتا اكس هكذا. دلتا اف على دلتا اكس هذا هو الميل. دونك هذه مثلا اكس 1 هذه اكس 2 هذه اف 1 هذه اف 2 راح دير اف 2 موان اف 1 على اكس 2 موان اكس 1. صح راك حسبت الميل. تخيلوا معايا اخواني الكرام دوكا عندي نجي لصفحة واحدة أخرى. أدخلوا معايا مستقيم جاي هكذا. هاليك مستقيم هكذا. هانا دوك ندو نقطتي. شوفوا معايا ملي هاني ندي إكس أ هاندي إكس دو وهايليك إف أ هي نفسها إف دو. دوك كي نجي نخدم الميل واش تجيني؟ تجيني إف دو موان إف أ على إكس دو موان إكس أ. إذا الميل هذا واش يعطي لي؟ يعطي لي زيرو على دلتا اكس ويعطي لي زيرو. اذا في لو ماكسيموم مثلا عندي داله جايه هكذا الماماس عند النقطه هذه راح يجي اوريزونتال والميل تاع الماماس هذيك يساوي الصفر. واش يمثل الميل هذا؟ هو في الحقيقه لا ديريفي دو اف بارابورا اكس لما اكس يساوي هذه هنا مثلا اكس ان ولا تكون عندك داله اكس ايوا. الان انا واش نروح نحوس؟ نروح نخدم المشتق. نخدم المشتق ونحوس في اي نقطه تاع ا هي في حق السؤال واش يولي؟ ما هي لا فالور دو ا اللي تعدم المشتق؟ اذا لا فالور دو ا اللي تعدم المشتق معناه عند لا فالور تاع ا هذه الميل راه يساوي الصفر. وكي كل ميل يساوي الصفر اذا عندي ذروه. اذا هذاك هو لو ماكسيموم تاع لا فريكونس. لهذا انا كيفاش راح نحل التمرين؟ ندير لا ديريفي تاع اوميغا زيرو بارابورا ا ونفرض عليه يروح للصفر ثم نقلب ا شحال تساوي اللي تحقق لي هذه. وطبعا راح ندي البسط يساوي الصفر كما راك تشوفوا هنا. ندي البسط يساوي الصفر صح. اوميغا تاعي واش هي؟ دونك نسميها مثلا نلقى اوميغا زيرو ماشي مشكل. خرجت لي شحال خرجت لي؟ خرجت لي ام جي ا على جي بلس ام ا او كاري. لا راسي نكتبها ان دو لا راسين نكتبها ان دومي. واش راح ندير اخواني؟
راح ندير المشتق تاع هذه، دونك راح ندير في اوميغا 0 بارابورا ا، هكذا يخرج لي المشتق. البسط هذا طبعا راح يخرج لي، واش كيفاش نسميه هنا، راح تخرج لي اف دو ا على جي دو ا مثلا، يخرج لي البسط والمقام. انا واش راح ندي، راح ندي اف دو ا هذا يساوي صفر، ونقلب على ا، نقلب على ا اللي يعدم لي البسط. هذاك ا اللي يعدم لي البسط هو اللي يعطي لي لو ماكسيموم، لو ماكسيموم دو لا فريكونس ماتيرا. طبعا هذه الخطوط العريضه نتاع التمرين والحل المشتق يعني بالتفصيل نتاعو بالبسط اللي يخرج وكيفاش يساوي صفر وشحال تخرج لا فالور دو ا موجوده على الموقع. اذا اللي يحب هي دو بريفيرونس تخدمهم باراليل. دونك الان عندك الفيديو وعندك لا فيرسيون بي دي اف نتاع الحل. اذا هنا نشرح لك كيفاش تحل، والحل موجود في لا فيرسيون بي دي اف، روح شوفو وحاول تحل اولا ثم قارن واش كاين. المهم راني عطيت لك ليدي اللي تحل بها التمرين. دونك الافضل انت واش دير، انت تروح تحاول تحل هكذا تعلم افضل. نعطي لك لو شوما، نعطي لك يعني الحل كيفاش يكون، وانت تروح تحاول تحل التمرين، وكي تحصل كاع الحل موجود على صيغه بي دي اف في الموقع. اذا الى هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.